السلام عليكم تلاميذي الاعزاء اصحاب البيع، جيتكم بفيديو جديد. الفيديو المنتظر اللي طلبته لي بزاف وراه يطيح بزاف بزاف في الفروض وحتى في الاختبار، القراءه البيانيه للداله التالفيه والخطيه. يعني شيخ كيفاش نديروا القراءه البيانيه، كيفاش نخرجوا العباره الجبريه تاع الداله بيانيا؟ يعطينا التمثيل البياني واجد، كيفاش نحسبوا ونخرجوا المعاملات اوابي ونكتبوا العباره الجبريه تاع الداله؟ خويا العزيز جيتك بفيديو ماشي نورمال، راك رايح سير تفهم وتتمتع. وشنو؟ ما تكونكش اناني، كونك زهواني وبارطاجي مع صحابك ماشي بالعاني. خويا العزيز فيديو راح نفرزك فيه وتفهم مليح مليح مليح. شوف، اولا كنت حطيت لكم في الانستغرام خاوتي ملخص بزاف شباب، ملخص زنزله هاوليك، ملخص تاع الدوال في ليكتو وفي الفيرسو ديالو. هاو في الفيرسو تاعو تلقاو هنا خاوتي المناقشه البيانيه، القراءه البيانيه لداله، كيفاش دير الازاحه وكاع، تلقاوه بالتفصيل يعاونكم. روحوا شوفوه، تلقاوه في الانستغرام تاعي زكريا مات، ودوكا زكريا مات راهو في اليوتيوب يتهلا فيك بابا. بارطاجي ماما مع كاع لي جروب تاعكم في الانستغرام في الفيسبوك بارتو بارتو. اروح بابا اروح. شوف الحاله الاولى كيفاش نديروا قراءه بيانيه في داله خطيه. السؤال يقول الشكل المقابل هو تمثيل بياني، المستقيم دلتا هو تمثيل بياني للداله الخطيه اف. السؤال تاعهم عين العباره الجبريه للداله اف. ما دامها داله خطيه فانها تكتب على الشكل اف لي اكس يساوي ا اكس. يا اخي هكذا اف لي اكس يساوي ا اكس خطيه. واش خصك؟ خصك المعامل ا، معناتها اذا صبت المعامل ا خلاص، اذا لقيت الا روح دير له كوبي كولي حطه هنا تخرج لك العباره الجبريه بابا، هذه هي. دونك كيف نلقاو المعامل ا بيانيا؟ ارواح هاو التمثيل البياني تاعك راه هنا. كامل على بالنا باللي التمثيل البياني تاع داله خطيه يمر من المبدا او، يجوز على المبدا على هذه النقطه. واش دير انت؟ تروح لهذه النقطه بالذات دير لها ازاحه. ازاحه معناتها دنيها تزيحها نحو اليمين بوحده واحده، معناتها دنيها نحو اليمين بوحده واحده، يعني بواحد سنتيمتر، دنيها نحو اليمين بواحد سنتيمتر هكذايا. طيح هنا، راك هنا دوك منايا تروح حتى للتمثيل البياني تاع الداله. بما انه التمثيل البياني راه يطلع سمحنا لازم نطلعوا له، اروح تشوف نطلعوا له ونحسبوا شحال طلعنا. الو راني طالع حتى نوصل للتمثيل البياني. وصلت صح من لهنا، كي طلعت حتى للتمثيل البياني كي كنت نطلع بشحال من رتبه طلعت، بشحال من درجه طلعت. اروح تشوف طلعنا بوحده واحده، زدنا طلعنا بالوحده الدوزيام، طلعنا بزوج وحدات، طلعنا بزوج درجات. عباك كي طلعت بزوج، معناتها المعامل ا يا اما يساوي زائد زوج يا اما يساوي ناقص زوج. ما دامك طلعت بزوج وحدات معناتها المعامل ا راهو زائد زوج ولا ناقص زوج. ومن بعد باش تعرف اسكو ما دامك انت رحت للتمثيل البياني بزوج وحدات معناتها ال ا زائد زوج ولا ناقص زوج، باش تعرف دوكا اسكو زائد زوج ولا ناقص زوج لازم تشوف التمثيل البياني. اذا التمثيل البياني كان يطلع معناتها زائد زوج موجب، واذا التمثيل البياني كان يهبط كيما هنا راهو هابط، يجيب السالب ناقص زوج. كي تجي تشوف انت هذا اليسار وهذا اليمين، اليمين من اليسار نحو اليمين التمثيل البياني راهو يطلع راهو يصعد. ما دام التمثيل البياني راهو طالع معناتها الا يساوي زائد زوج راهو موجب. لو كان جا هابط لتما نقولوا ناقص زوج، ما دام طالع فهو زائد زوج، وبالتالي اف لي اكس يساوي يا اخي ا اكس، الا هو زوج، معناتها العباره الجبريه اف لي اكس يساوي 2 اكس، وهكذا رانا خرجنا عباره جبريه لداله خطيه اف. ارواح تزيد تتعلم تاع الداله التالفيه. واش قال لك؟ ليكن المستقيم دي بيان الداله التالفيه جي، عين بيانيا بيان سور من البيان المعاملين ا و بي، هيه المعاملات تاع الداله التالفيه، ثم استنتج العباره تاع الداله جي. احنا على بالنا باللي الداله التالفيه تكتب على الشكل ا اكس زائد بي، معناتها راه يطلب مني نحسب له هذه المعاملات ا و بي. بيان سور اذا لقيت الا والبي ندير لهم كوبي كولي وتخرج العباره الجبريه.
كيفاش نلقاو معاملات داله تالفيه؟ صعيبه ماشي صعيبه مع الاستاذ زكريا، ما راكش رايح تعيا، تفهم وتتمتع غايه الغايه. المعامل الاول اللي نخرجوه هو البي، الاول بي الاولاني اللي نبداو به هو البي، هو الساهل. عباك شكون هو البي؟ البي هو نقطه التقاطع تاع التمثيل البياني مع محور التراتيب. هاو التمثيل البياني اللي راهو بالاحمر المستقيم دي، نروحو نشوفو وين راهو يتقاطع مع محور التراتيب. هذيك النقطه وين يتقاطع مع محور التراتيب هي البي. اذا مع محور التراتيب، هاو ليك محور التراتيب، هذا هو محور التراتيب ايكراك يا اخي، اكس الفواصل ايكراك التراتيب. وين راهو يتقاطع مع محور التراتيب؟ راهو هنا بابا، راهو يتقاطع مع محور التراتيب هنا. هنا شحال رانا؟ شحال رانا؟ واحد زوج ثلاثة. هنا راك في ثلاثة، معناتها المعامل بي يساوي ثلاثة بابا. هذا ما كان بكل بساطة. البي نبداو به هو نقطة التقاطع مع محور التراتيب، خرج لي ثلاثة. دوكا كيف نحسب المعامل أ؟ كيفاش نخرجو؟ سهلة. واش دير؟ تشبه لواش كنا نديرو من قبيل. يعني خويا العزيز واش راح ندير؟ راح نحكم هذه النقطة اللي يتقاطع فيها مع محور التراتيب، ندير لها إزاحة، ندنيها بوحدة واحدة، ومن بعد نروح نمشي حتى التمثيل البياني تاع الدالة. أروح هذه النقطة راني درت لها إزاحة بوحدة واحدة، راني جبتها هنا، ومن بعد من هنايا نروح حتى التمثيل البياني تاع الدالة. التمثيل البياني راهو من تحت، أيا مالا نروح له، راني نمشي له، راني نمشي له، راني نمشي أوب، راني حبست فيه. كي نجي نشوف منا لهنا بشحال من وحدة أهبط؟ الوحدة الأولى، الوحدة الثانية، هبط بزوج وحدات، يعني بزوج درجات. صح، تسمى الأ هنايا هو يا إما زايد زوج يا إما ناقص زوج. هاه بصح، باش نعرف اسكو زائد زوج ولا ناقص زوج، نشوف التمثيل البياني. قلنا إذا كان يطلع راح يكون موجب، وإذا كان يهبط راح يكون سالب. ما دام التمثيل البياني من اليسار نحو اليمين راهو ينزل راهو يهبط، معناتها الأ راهو سالب، راهو ناقص زوج. وهاي العبارة الجبرية، الأ هو ناقص زوج، نحط ناقص زوج جيني ناقص زوج إكس، والبي هو ثلاثة زائد بي تسمى زائد ثلاثة. وهكذا راني خرجت العبارة الجبرية للدالة التألفية جي. بهذه الطريقة نحسب المعاملات أ و بي للدوال التألفية والخطية ونستنتج العبارة الجبرية. خوتي هذا السؤال بينولي في لي كومونتير، عندكم تمثيلين بيانيا، دي واحد هو التمثيل بياني تاع اف ودي اثنين تاع اش. اذا دي واحد تاع اف، اف راهي خطية، التمثيل بياني تاعها يمر من المبدأ او، راهو يجوز على او هايليك. و اش راهي تالفيه اللي راهي بالاخضر دي 2 لا يمر من مبدا او. واش قال لك؟ قال لك اكتب العباره الجبريه لكلتا الدالتين اف و اش. نبداو بتاع اف كما العاده، نحكمو المبدا او، ندنيه بوحده واحده ونروح للتمثيل البياني تاع الداله، وتشوف الا ديالك كما علمتكم، تخرج الا وتستنتج العباره تاع الداله. اما تاع اش تالفيه، نشوفو اولا نقطه التقاطع مع محور التراتيب هي البي. تقاطع مع محور التراتيب راهو هنا، واحسب انت طاك طاك تلقى البي، ومن بعد هذيك البي دنيها بوحده واحده وروح للتمثيل البياني تاع الداله تزيد تلقى المعامل ا وتخرج العباره الجبريه. دونك خوتي القراءه البيانيه كانت تجيك صعيبه، تخافها تلفلك ارواح، بهذا الفيديو تولي تترشق بها بابا، تولي تطلق لاطاي وتخرج المعاملات وتستنتج العباره الجبريه. ما تنساش بارطاجي الفيديوهات مع اصحابك وما تبخلش عليهم، النجاح ديالك يكون بعدم البخل على اصحابك. بارطاجي 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 كيما تحب انت تنجح، اتمنى لهم النجاح هما تانيت. بارطاجي على اوسع نطاق في كل مواقع التواصل، فيسبوك انستغرام يوتيوب مانيش عارف تيك توك، بارطاجي خلي جماعه كاع تستفاد. سؤال مقترح بزاف للفروض راني نقول ونعاود، ويمكن حتى يطيح في البيام. نتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله، ومازال يجيو وضعيات ادماجيه على الدوال اللي راهم مقترحين للبيان بلون للامتحان التجريبي وحتى للبيان هذا العام. كان معكم الاستاذ زكريا، ما راكش رايح تعيا، تفهم غايه الغايه وتحصلوا كامل ان شاء الله على النقاط العاليه. ادعوا لنا خوتي، ادعوا لي ودعمونا ان شاء الله بالدعاء ديالكم وبالبارطاج. السلام عليكم، ربي يوفقكم.